مرتفع من الوسط يقلل الهدر 30% while maintaining نفس الشكل من برا. احنا الحين بصحة مشعل وفرنا تقريبا في من اول ما بدينا تقريبا 3000 طن رز كان مهدر، فهذه ارقام ضخمة. كمية الهدر في العام الواحد تقدر بحوالي 50 مليار ريال سعودي. يتم حفظ زائد الطعام الغير ملموس ويتم تعليبه وتغليفه ومن ثم يتم توزيعه على المستفيدين. بلغ عدد الوجبات التي تم حفظها عن طريق جمعية إطعام إلى اليوم أكثر من 12 مليون وجبة، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد.